السمول انتستين. الديودينم يمثل يعني الجزء الاهم في السمول انتستين من ناحيه الاناتومي ومن ناحيه السيرجري وكده، يعتبر الديودينم اهم جزء يعني احنا بنركز عليه شويه وندي فيه شويه تفاصيل اكتر يعني. بعد كده الانيا والديودينم الكلام فيهم ان شاء الله بسيط وسهل. فهنقسم السمول انتستين تمام. بعد كده هنتكلم عن الديودينم بشكل بالتفصيل، بارتس الديودينم، بوزيشن، البلاد سبلاي، في ريليشنز للدوبلر اورجانز تمام. وبعد كده هنتكلم عن الديودينم والديودينم من ناحيه اللي هي تقسيمتهم ونعمل تقارير بينهم ان شاء الله. طيب السمول انتستين هي تعتبر اللونجست بارت اوف جاسترو انتستينال تراكت. احنا قلنا يا شباب جاسترو انتستينال تراكت معناها هذه الانبوبه التيوب. التيوب هي اللي اسمها جاسترو انتستينال تراكت. بتبدا من الفاركس والاسوفاجس وتنتهي بالان الكنال. هذه التيوب هي الجاسترو انتستينال تراكت. لو اتحطت معاها الاكسسوري جلاند وكده يبقى هو ده الدايجستيف سيستم اللي احنا ايه بناخد الاناتومي تمام؟ فاللونجست بارت من هذه التيوب هو السمول انتستين. الطول من حوالي من 6 الى 7 متر على حسب بين الناس بشكل كبير تمام. اكستنس فروم ذا بايلورس بايلورس اوف ذا ستومك لحد الاليو سيكال جنكشن اللي هي جنكشن بين نهايه الاليوم مع بدايه السيكال بدايه اللارج انتستين. هذه المسافه كلها حوالي 6 الى 7 امتار كلها تعتبر سمول انتستين. الجريتر بارت من الديجيشن اوف فود الابسوربشن بيحصل في هذا المكان. السمول انتستين هي اللي بتعمل تقوم باللي هي العبء الاكبر في الديجيشن والابسوربشن. الاستومك بتهيئ وبت يعني كومبليت ديجيشن فيها. كومبليت ديجيشن تعمل ابسوربشن. طيب بنقسم احنا السمول انتستين الى 3 بارتس. الجزء الاول هو الديودينم وده يعتبر الفيكسد بارت من السمول انتستين. ولما بقول فيكسد بارت معناها ان هو بيبقى فيكسد بالبروتونيوم. البروتونيوم مغطيه من الفرنت ومن السايدز ولازقه على البوستيريور ابدومينال وول. يعني بهايند ذا ديودينم بيبقى فيه دايركت ريليشن بين بوستيريور ابدومينال وول ستراكشر. يعني البروتونيوم بالنسبه للديودينم بيغطيه من الامام فقط والجناب وملتصق الى البوستيريور ابدومينال وول ولا يتحرك. مفيش غير الجزء الاولاني بس اللي هو جنب البايلورس تمام، اللي هو فيه شويه موفمنت اللي ماسك في الفري مارجن من الليسرومين خلاص. لكن الديودينم اساسا فيكس. الجزء الباقي من السمول انتستين بنسميه فري بارت. ليش فري بارت؟ لانه ممسوك في الميزنتري. الميزنتري في السمول انتستين اللي هي فولد من البروتونيوم ماسكه الديجينم والليليوم فتسمح لهم بحريه الحركه. وبالتالي البريستالسيس موفمنت موفمنت اوف انتستين بتحصل في هذا الجزء يعني هي بشكل طبيعي وهي بدون مشاكل يعني ديجينم وليليوم. اما الديودينم فهو الفيكسد بارت. وفي نفس الوقت الديودينام يعتبر يعني من ناحيه الديامتر يعتبر هو الوايدر اوسع جزء واقصر جزء لان يعني طوله حوالي 10 انشز 25 سم تقريبا تمام. ولذلك سموه الاثنى عشر في اللغه العربيه بيسموها الاثنى عشر. الاثنى عشر يعني الاثنى عشر قراط يعني القراط اللي كان يقاس به طبعا لم يكن هناك انش ولا سنتيمتر. الانش ده مقياس انجليزي سنتيمتر مقياس فرنسي وانما كان القراط فهو حوالي 12 قراط فسموه الاثني عشر. فهذا هو طوله. الجيجنم الجزء الباقي الجيجنم ويليام بروكسيمال 2 فيفز هما الجيجنم والديستال 3 فيفز اللي هما الاليام. الخمسين اللي فوق دول اللي بنسميهم جيجنم والثلاث اخماس الباقيين بنسميهم الاليام. طبعا في فروق بينهم من ناحيه الاستراكشر الجنرال فيتشر للاليوم والديجنم موجوده فروق ولكن دايما تلاحظ ان ما فيش شارب ديماركيشن
ليس هناك شارب ديماركيشن، ما فيش حدود قاطعه تفصل ويقول لك ده نهايه الجيجنم وبدايه الريد، وانما ايه الفروق بتبقى تسير بالتدريج. يعني بالتالي مثلا النمبر اوف فيلاي بيبقى كثير جدا في الجيجنم، وبيبقى الفيلاي بتبقى اطول واعرض، فتبتدي ايه الصفات حقتها ايه تقترب من صفات الفيلاي حقت الاليوم بالتدريج، تنتقل للانتقال في الاستراكشر بالتدريج ما بين الجيجنم والاليوم، لكن ليست هناك نقطه فاصله. لكن من كده رفل كده بنقول ان ايه ان البروكسيمال 2 فيفز هم اللي بنسميهم جيجنم، والديستال 3 فيفز هم اللي بنسميهم اليوم. طيب ديودنم، لو بدأنا بالديودنم ركزوا معايا في الديودنم، خلاص الديودنم تبقى الامور حلوه جدا، وخلاص الجيجنم والليليوم سهلين ان شاء الله. الديودنم هو الشورتست اند وايدست بار في سمول انتستين، اقصر جزء من الديودنم وايدست بار باستثناء الفيرست 2 سنتيمتر اللي هم ماسكين في الفيري مارجن من الليسر رومنتم، يعتبر فيكسد. بقيه الاجزاء حقت الديودنم فيكسد على البوستيريور ابدومينال، والتنين مغطيه من الامام من الجناب، لكن من الخلف لا، نثبتها على البوستيريور ابدومينال. طيب الفيست سنتيمتر بيبقى كومبليتلي كفرد بالبرتنين، لان هي في ممسوكه في الفري مارجن في السيرومنتم، تمام، فيبقى البرتنين مغطيه من الداخل، برتنين حق الليسر ساك ومن الفرنت والبرتنين اوف جريتر ساك، فكده يعني كومبليتلي كفرد بالبروتينيوم اللي هو ايه الفيرست 2 سنتيمتر من الديودن، زي الاستومك تبع الاستومك، الاستومك مغطي من الامام ومن الخلف، البروتينيوم هو الفيرست 2 سنتيمتر، يعتبر امتداد للبيروس اوف الاستومك، البروتينيوم موجود في الامام وموجود في الخلف. طيب هو سي شيب ستراكشر زي ما احنا عارفين، كيف الاراوند هيد اوف البنكرياس، وده طول اللي هو 10 انشز يعني من 20 ل 25 سنتيمتر، ودايما الابعاد يا جماعه عندما نتكلم عنها لازم يبقى فيها انديفيدوال فاريشنز، لان الناس كلها ليسوا بنفس الطول ولا بنفس الوزن ولا كده، فضلا عن ان بيبقى فيه برضه سيكشوال فاريشنز بين الميلز والفيميل في هذا الموضوع. طيب هذه الديودنم مكان، شوف احنا عاملينه مع الاستراكشرز والبوستيريور ابدومينال وول، يعني هنا برضه الصوره دي بعد احنا ما شلنا الاستومك شلنا الليفر شلنا الترانسفيرس كولون ظهر عندي هذا المنظر، واضح يا شباب كده البوستيريور ابدومينال وول كده، هنا الاستومك بيد اهي معروف، البنكرياس بول البنكرياس والهيد البنكرياس الليفت كيدني والليفت سوبرارينس والليفت ترانسل ديفراب، وادي الاورطة وادي الانفيريو بينا كافة، وده بالسوبيرو ميزنتريك فيزيت، تمام. طيب ده في ايدنا هذا المكان، مكانه لا يتغير لانه فيكسد ثابت هذا المكان. طيب ده الفيرست بارت من الديودنم اللي هو الهوريزونتال بارت، هذا الهوريزونتال بارت الفيرست بارت اللي هو امتداد للبيلورس اوف ذا ستومك، تمام. طيب فيرست بارت، سكند بارت هنا فيرتيكال تحت الرايت، سكند بارت واخد لون مختلف من الصوره فيها تلوين للاجزاء مختلفه، ستيرد بارت يعتبر هوريزونتال بارت جوبر نمبر 3، شوف نمبر 3 مكتوب هنا نمبر 3، ودي جوبر فيرست نمبر وستيرد نمبر، تمام. الجزء المرتفع ناحيه الليفت ده هو الفورث بارت، ودي جنكشن اللي بين الديودنم والجيجنم، هي ديودن الجيجنال فليكشن، سميناها ديودن الجيجنال فليكشن، يبقى هما دول الثري بارتس اوف الفور بارتس اوف ديودن، فيرست بار ماشي هوريزونتال، بعدين بننزل فيرتيكال سكند بار، هوريزونتال تاني ثيرد بار، وبعد كده الفورث بار. طيب كل جزء من هذه الاجزاء هنشوف المين ريليشن او الكي ريليشنز بالنسبه في الفرنت وفي الباك، حاجات مهمه جدا في الابلكيشن في السيرجيكال ابلكيشن في الابلايد اناتومي وفي الاختبارات برضه يا شباب، تبقى حلوه في الاختبارات يعني الاشياء. طيب يبقى
four parts. So what I have a first part of duodenum. Extended from the lower orifice of the stomach. When it is close to the neck of gallbladder at the level of number one. Pylorus, بيجي بالي النك في كل بلدة في فندس طبعا تبقى بالي التيب اوف لاينز كوستر كارتج في الرايت سايد طيب دي بدايته ونهايته طول حوالي 5 سم يعني حوالي 2 انشز تمام الحته دي مهمه حتى هم قالوها نصا في الاوت كامز وهي الكومن سايت اللي هي البيبت كانسر بتحصل في الديودينم فبرضه بيسموها بيبت كانسر برضه ايوه رغم كلام الانتيريور بوستيريور وولز طيب اوت بدايه هذا البارت الفيرست بارت من الديودينم تمام الجزء اللي متفق فيه في البدايه اللي بنسميه الامبولا او الديودينم او بيسموها الديودينم الكاب لو رجعنا كده بالصوره شايفين متفق يعني متسعة كده من الأنف يسموها ديدن الكاب أو بيسموها أمبولا أو ديدن بيقول له هذا الجزء طيب هذا الجزء عادة بيبقى هو إيه الديدن الأرسل بيبقى هو ده الكومن سايت للديدن الأرسل الديدن الأرسل في الكومن يعني زي بتحصل في الستومك بتحصل في الديدن بنفس الإيه الكثافة برضه يعني بتحصل بشكل كبير يعتبر كومن في هذا المكان تمام؟ يبقى هو المكان السايد اوف كومن سايد الديودن الاصغر هو هذا المكان اللي هو الفيرست وان من الديودن منطقة الديودن الكاب اللي هي الفيرست 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر طيب الريليشنز اللي فيرست وان انتيريور للليفر ليفر كاسي عليه تمام؟ ليفر عندنا احنا الكوادريت لو تمام كوادريت لو ذا ليفر وبوستريرلي ورا الفيرست بارت احنا حافظين الحاجات اللي وراها الاشياء اللي ماشيه في الفري مارجن من الليسر رومنتم فري مارجن من الليسر رومنتم ماسك في الفيرست بارت من الجيوتنم يا جماعه مش كده؟ ايش اللي ماشي في الفري مارجن من الليسر رومنتم؟ الهيباتيك ارتري والبايل داكت والبورتال فين البايل داكت والبورتال فين بينزلوا لتحت كملوا لتحت صح؟ طيب لكن الهيباتيك ارتري ما بيكمل لان الهيباتيك ارتري اصلا طالع من السيلك ترانك لكن بيكمل برانش منه اللي هو الجاستر ديدنال ارتري جاستر ديدنال ارتري هو اللي بينزل ورا الفيرست بار من الديدن يبقى انا عندي بايل داكت نازله ورا البوستيريور بارت من الديدن وعندي البورتال فين نازل ورا الفيرست بارت من الديدن لانه بدايته ورا النك وفي بنكرياس طيب وعندي ارتري جاي من الهيباتيك اللي هو الجاسترو ديودينال ارتري ماشي ورا الفيرست بار من الديودينال وهم دول ثلاث اشياء اللي هم يعتبروا بوستيريور ريليشن الفيرست بار من الديودينال واضح يا شباب ولا في صعوبه؟ اللي عندي ورا البنكرياس واللي عندي ورا الديودينال ماشي ورا الديودينال السكند بار جاست تو ذا رايت من الميد لاين يعني يا دوب بعد الميد لاين على مباشرة تلاقي السكند بارت نازل فيرتيكالي من عند النك وكل براذر من نهاية الفيرست بارت يعني لحد اللور بوردر اوف نمبر 3 يعني ماشي من نمبر 1 الى نمبر 3 السكند بارت من الجلدنج طوله حوالي 3 انشز يعني حوالي 8 سم السكند بارت من الجلدنج الفيرست احنا قلنا 5 سم تقريبا السكند بارت 8 سم الفرنت بالنسبه للسكند بارت الليفر هو عامل الامبريشن في الليفر يا جماعه صح طيب وفي ترانسفيرس كولون في الفرنت وسمول انتستين وانا عندي 3 اورجانز ريليتد للليل فرنت سكند بارت من الليفر من فوق الليفر بعديها الترانسفيرس كولون وبعديها السمول انتستين كذا بقيت وسمول انتستين كويس كويس بس من تحت واتحول نشوف الصورة هذه سكند بار هنا الليفر محتل المكان ده انت بس كنت شايفينه معدي هنا
control. When I'm going to the next. Small intestine, just the colic, no? Yeah? Well, the small intestine, just the colic, no? All the... coils, in the face. Right. Posteriorly, second part, they are related to rectum. So, on direct transition. Remember, direct transition, بالنسبة للترانسفيرس كورد. طيب ميديان ليها الهيدروبانكرياس ولاترال ليها الرايت كوليك فليكشن. ادي الصوره ميديان ليها اللي هو ايش ولاترال الرايت كوليك فليكشن. يبقى دي ميديان ولاترال ساله وراها الرايت كيدنا فيها مشكله. لا ادي الرايت كيدنا ورا في السكند بار. طب الفرنت عندي ثلاث اشياء فوق هنا ليفر في الوسط الترانسفيرس كورد مكمله نزلت سكول وتحت هنا كويس في التست سكول التست كويس حقيقة موجودة هنا في الزمن واضح جماعة سكند بار. طيب سكند بار في فتحة للبايل دكت مع المين بنكرياتيك دكت وفي الأكسس بنكرياتيك. نفس الكلام اللي قلناه مع البنكرياس يتكرر مرة أخرى. تمام هنمر عليه سريعا. تمام هنقول ان البايل دكت بتفتح في البوستر وميديال اسبكت من السكند بارت من الديودينم. تمام جاست بلو اتس ميدل. البايل دكت يوجوالي شايف كلمه يوجوالي يعني معناه انه ممكن في فاريشنز لكن عاده ايش بتتحد مع الهيبوكريتيك دكت وهم الاثنين يعملوا دايلاتيشن داخل الوول اوف الديودينم اللي احنا بنسميه هيباتوبنكرياس كامبولا او امبولا او بيتا. وهذا الدايلاتيشن بيفتح في الصمت وفي بابيلا بنسميها ميجور ديدنال بابيلا. كلام اللي احنا قلناه مع البنكرياس. الاكسسوار بنكرياتيك ضغط بتفتح في السكند بار بس ابوت 1 انش ابوف ذا ميجور ديدنال بابيلا بتعمل بابيلا صغيره خاصه بها بنسميها ماينور ديدنال بابيلا. دول الفتحتين الموجودين في السكند بار من الديدنال. واضح؟ طيب ادي نفس الكلام نفس الصوره دي اللي هي الميجر ديدن بابيلا ودي الماينر ديدن بابيلا. طيب السيرد بارت من الديدن ريليشنز هو طبعا موجود ات ذا ليفل اوف نمبر 3 ماشي بين ليفل نمبر 3 طول 3 انشز يعني حوالي 8 سم زي طول السكند بارت تقريبا. تمام رانز هوريزونتالي سيرد بارت ماشي بالعرض ماشي على السب كوستال بلين. في السب كوستال بلين احنا خدناه ويعتبر يعني في نفس الليفل حق السيرد بارت من الديوتي. طيب باسك انفراد في الكاميرا الكورن. تمام يبقى هو ماشي هوريزونتال قد زريف الفلامبر سيرد على نفس الايه السب كوستال بلين. طب الريليشنز انفرنت سمول انتستن طبعا كويس والسوبيرو ميزنتريك فيسلز. السوبيرو ميزنتريك فيسلز اللي ماشيه قدام الانسانيت بروسيس البنكرياس ماشيه انفرنت اوف ايه؟ اوف سيرد بارت من الديودينم. تمام قبل ما تدخل في الميزنتري يعني هي تعتبر بدايه الروت اوف ميزنتري في المنطقه دي. نشوف الصوره هذه السوبيرو ميزنتريك فيسلز. سوبر ميزنتريك ارتري برانش من الاورطه. سوبر ميزنتريك فين اللي هو تروبيتال امبورتال فين. هما الاثنين ماشيين ان فرانت اوف انسليت وسوس البنكرياس وان فرانت اوف سيرد بار من الديو. بوستريورلي بيبقى عندنا المسلز الموجوده في بوستريورلي رول رايت سوس ميجور في نفير وفينا كافا والاورطه والنفير ميزنتريك فيسكس. تمام دي يعتبر البوستيريور ريليشن للسيرد بار من الديودينم. طيب هنا كده موجوده الانتيريور ريليشن. البوستيريور ريليشن ممكن احنا نشوفها هنا بس اللي قلنا ايش؟ ادي السورس ميجر ريد سورس ميجر فيرو فيرو كافا اورطا ودي الانتيريور ميزنتر فيسكس.
واضح يا شباب؟ موجودة هنا في الصورة دي. First part هو جزء الأسندك اللي طالع من الايه؟ من السيرف نهاية السيرف وبينتهي بالايه؟ بالديدو نجيجي من الفليكشر وطوله 2 انشز حوالي 5 سنتي زي الفيرست بارت تمام؟ وانتيريورلي لوجاريتي بسمون التستين وبوستيريورلي للليفت سورس ميجرمنت يعني سهل جدا في الريليشن قدام في كويلز من التستين في الخلف في العضلة اللي هي الليفت سورس ميجرمنت واضح يا شباب؟ يعني انا كده خدنا الاجزاء وخدنا الريليشنز للجدران فيها مشكلة عايز شوية تركيز شوية شوية حفظ كده تركيز بس احفظ معك الصورة انا عايزك تحفظ معك الصورة لو الصورة مش موضحة ليك الانستراكشرز كلها شوف صورة اخرى في جوجل في اي شيء ادخل اكتب ديودنام اكتب ريليشنز اوف ديودنام هتلاقي عندك عدد كبير جدا من الصور هتوضح لك هذه الريليشنز ماشي يا شباب لو انت فهمت الريليشنز المنطقة دي على فكرة منطقة الديودنام دي تعتبر كي ريليشنز هنا في المنطقة دي بوستيريور ابدومينال وول وهذه الأجزاء اللي هي بهانز ستومك وبهانز ليفر لو انت فهمت الديودنام بما حوله هتبقى المنطقة دي بالنسبة ليك كلير كلها واضحة وما فيهاش يعني أمور صعبة طيب أرتيريا سبلاي للديودنام بريس سبلاي الرايت جاستريك والرايت جاستريك بلوك طبعا طالعين من الهيباتيك الرايت جاستريك بلوك طبعا من جاستريك ديودنال ودول بيغذوا الفيرست بارت فوق تلاقيهم بيغذوا الجزء العلوي في سمرة ديودنال دي دايركت برانش من الهيباتيك وده اوكيجنال برانش على فكره السمرة ديودنال ارتري ده اوكيجنال برانش ممكن ما يبقاش موجود في بعض الناس هذه الصوره هنا شايف هنا ده اللي هو الجاستر ديدينال بيغذي هذا الجزء برضو الرايت جاستريك طالع من الهباتيك برضو بيدينا بيدي جزء قريب من الليسر كيفيشر في الستومك ده اللي هو الاوريجنال برانش اللي هو السوبرا ديدينال ارتر دايركت برانش من الهباتيك تمام وده ميبي ابسنت اوريجنال برانش يعني ممكن ما يكونش موجود في بعض الناس ودول الاثنين ارتر اللي احنا عارفينهم اللي هم السبير البنكرياتيك والديدن اللي جاي من قصر الديدن والانفير البنكرياتيك والديدن اللي جاي من اللي هي السبير المزنتريك وهم الاثنين بيعملوا الاستموزس في هذه المنطقة ويغذوا الديدن ويغذوا كمان الهيدو كونتينيتس واضح يا شباب؟ في صعوبة دي؟ دول احنا عارفينهم حافظينهم مع البنكرياس وهنا هي تحط معاهم قصر الديدن بدي هنا جزء الرايت قصر بيدخل معانا هو الكوجنال برانش ده اللي هو ايه؟ السوبرا ديودينال ارتري اللي هو دايركت برانش من الهيباتيك طيب نيجي للنقطة المهمة الديودينال طبعا فيكسد على البوستيريا ضمن الرول ماشي طيب لكن احيانا بتبقى في فراغات البروتونيال فولدز اللي ماسكة الديودينال وخصوصا ناحية الفورس بارت الجزء الرابع من الديودنال من السندك بارت ده ناحية الليفت البروتونيوم اللي اتاتشد ليه عامل فولدز كده في فولدز هذه الفولدز بيبقى فيها سبيسز تحتيها سبيسز احيانا الفورس بارت والسيرد بارت كلهم بيبقوا مرفوعين ما هماش كومبليتلي فيكسد ما هماش يعني فيرملي اتاتشد للبوستيريا ضمن الول وانما ممكن تلاقيهم فتحوا شويه كده طلعوا فسحوا عملوا فسحه تحتيهم تمام والبروتينين دخل فيها البروتين عمل ساك كده صغير تحتيهم فدي بتعمل لها مشكله جراحيه يا جماعه ان هذه السبيسز الصغيره من البروتينيوم اللي هي ريليتد للديودنام وخصوصا للفورس بارت من الديودنام بنسميها ريسيسس بروتينيوم السيس يعني جيب او سكر هذه البروتينيه السيس ممكن تبقى مكان لايش للانترنال هيرنيا احنا عارفين الهيرنيا كلنا
ان الهرنيا ان الجزء بيبقى طالع يطلع من الانتيرا من الوول او من جوين الكنال او كده, وجزء من الانتستين او حتى من البروتينيه فولدز الموجوده داخل الابدومن تروح طالعه بره الابدومن, بره الابدومن الوول او بره من جوين الكنال تدخل على السكروتوم او كده. طيب دي الهرنيا اللي هي معتاده بالنسبه لي. لكن هنا بتحصل هرنيا برضو بس هرنيا في الداخل. طب ايش ليش هرنيا وليش فيها مشكله؟ يعني بيدخل جزء من الانتستين. انا عندي الانتستين فري موفمنت, كويز اوف انتستين بتحرك, حته من الكويز اوف انتستين راحت انغرست في ريسيس من هذه الريسيسس. لما جزء زي كده ممكن يعمل ايه؟ استرانجوليشن كده, ممكن يعمل اختناق صح ولا لا؟ ممكن البلاد سبلاي في هذه الحاله يتوقف, يحصل اسكيميا لهذا الجزء. تمام. طيب يبقى هو ممكن يعمل اوبستراكشن, ممكن يعمل اسكيميا. نفس الكلام اللي تعمله الهرنيا, الهرنيا اللي طالعه لبره دي, ما هو مشكلتها في كده. ايش مشكلتها الهرنيا اللي تطلع؟ انها ممكن تعمل استرانجوليشن, تعمل اوبستراكشن انتستينال اوبستراكشن, يعمل ابسولوت كونستريكشن. يعني في هذه الحاله تلاقي المريض ابسولوت كونستريكشن عده ايام. ده برضه بديك فكره ان ايه, ان في انتستينال اوبستراكشن بتدور عليه. او الاسترانجوليشن ده ممكن يعمل اسكيميا وممكن يعمل نكروزس لهذا الجزء من الانتستين اللي اتقفل البلاد سبلاي حقه والدنيا وقفت, ممكن يحصل له نكروزس. تمام. طيب فزي ما تحصل الهرنيا بره ممكن تحصل جوه. يعني انت ممكن تلاقي علامات الانتستينال اوبستراكشن بكلام زي كده وتدور على هرنيا ما تلاقي هرنيا. لا عندك ابدومنا الهرنيا ولا جوانا الهرنيا ولا فيمر الهرنيا ولا انسجنا الهرنيا, ما في شيء ظاهر امامك. فتشك في هذه الحاله في الايه؟ في الانترنال هرنيا, انه ممكن يكون في جزء من الانتستين دخل وراء الديدنم وخصوصا وراء الفرسومات. تمام. طيب في هذه الحاله طبعا انت بتعمل اكسبلوريشن, بتفتح الابدومن وتدخل تشوف الدنيا ماشيه ازاي. ما ينفع دكتور بالاندوسكوبي؟ طيب نشوف. والله يعني كل شيء وارد, يعني في تطور كبير في العلم. لكن طبعا الابروتش اللي الديدنم صعب, انت عارف الديدنم بهاي كل الاستراكشرز اللي عندك سي تي, كل الاستراكشرز دي هو بهاي. طبعا ممكن الدياجنوز سي تي تاخد الدياجنوز والام ار اي تكون مفيده في الموضوع. طيب عندنا ثلاثة بروتينيال فولدز ريليتد للفورس بارت من الديدر. فولدز ناخد الفولدز في الأول, وتحت الفولدز دي الريسيسس اللي هي ممكن تبقى سايت للانترنال هيرنيا. تمام. في سوبيرير بروتينيال فولد موجود في حوالي 50% من الناس على الليفت سايد من الفورس بارت. في انفيرير بروتينيال فولد كبيرة, هنشوف الصورة الآن, دي موجودة في حدود 75% من الناس, يعني موجودة بشكل كبير يعني. تمام. وفي حاجة في فولد بينهم اسمه بارا ديودينال فولد. بارا ديودينال فولد دي موجودة في عدد قليل من الناس. وهذه الصورة تمام هنا, دي ده فورس بارت من الديودينال, من السيرد بارت فورس بارت من الديودينال. ده ديجنر, ده ديودينال فانكشن. تمام. ده السوبيريور ديودينال فولد, شايفين فولد, ودي انفيريور ديودينال فولد, ودي هنا تبقى بارا ديودينال فولد موجوده في 2% من الناس. يعني دي في حوالي 50% من الناس, ودي حوالي 75% من الناس. وهنا في فولد برضه ممكن تكون موجوده في حوالي يعني 2% من السابجكتس. طيب شايفين زود, شايفين الفولد بتعمل ايش؟ عامل سبيس. هذا السبيس اللي هو السيسس اللي اسمها ايه؟ الديودينال ريسيسس. اللي احنا عندنا دول نسميهم ايش؟ السوبير ديودينال ريسيسس اللي هي ورا السوبير بانكرياتيك فورم. طيب الانفير ديودينال ريسيسس اللي هي بهايند الانفير بانكرياتيك فورم. البارا ديودينال ريسيسس اللي هي بهايند البارا ديودينال فورم. خلاص؟ طيب الريترو ديودينال ريسيسس اللي هي لما يترفع السيرد بارت والفورس بارت. السيرد بارت والفورس بارت لما يترفعوا هما الاثنين. طيب هنا عشان بس ما يحصلش في نفس في التسميه, شيل بنكرياتك خليها هنا ديودنال بس فقط, يعني يعني
superior duodenal fold, inferior duodenal fold, para duodenal fold, شو الكلمة البركية؟ تمام؟ يبقى الريتر ديودنال هتلاقي انت الفورس بارت والسيرد بارت من الديودنال بترفع شوية فبيجي فيه ريسيس تحتيه وممكن يدخل فيه جزء من الانتستين ويعمل انترنال هيرنال. يبقى هي دي الكلينيكال امبورتنس للموضوع ده، ان لوب الانتستين ممكن يوجد الى واحد من هذه الريسيسس ويؤدي الى ايش؟ انترنال هيرنال. تمام؟ واضحة يا جماعة؟ يمكن هي دي أخلص حتة في الموضوع، بس هي واضحة يا مش عارف. طيب الحمد لله. طيب يبقى معظم الكلام على الديودينم، احنا كده نعتبر خلصنا تلتين المحاضرة دي يا جماعة، عشان بس أطمنكم إيه. يعني كلام على الديودينم اليوم كلام سهل وبسيط وما فيهوش أي مشاكل. الديودينم أهم فيه ريليشنز، لأنه يعني فيكسد، فليه فيكسد ريليشنز موجودة في الفرنت وفي الباك و تمام، ولو علاقه البروتين الفولدز اللي والسيسس والكلام زي كده. الجيجنم والهيليوم ممسوكين في فولد من البروتونيوم اللي هي الميزنتر سمول ميزنتر فو سمول انتستين، لو في ورقه كده ماشي الورقه التغيير مشكله. تمام، فالميزنتر فولد من السمول من البروتونيوم وممسوك فيها ايش؟ ونشوف فيها الانتستين. هذا اللي هي الهيليوم والجيجنم موجودين كده، هذه فولد من البروتونيوم ماسكه ايه اللي هي الهيليوم والجيجنم. ده الفري بوردر للميزنتري، دي بنسميها ميزنتري في اسمها الانتستين. لها فري بوردر ده طوله 7 متر او 6 متر اللي احنا قلنا عليها. لها اتاتشد بوردر، اتاتشد بوردر، هذا اتاتشد بوردر الجزء اللي هو ماسك في البوستيريور ابدومين الوول بهذا الشكل. تاتشي بورد، تاتشي بورد دي 30 سم يا جماعه، 30 سم فقط، بيبدا من عند السيرد بارت من الديودنم لحد الاليو سيكال جنكشن. هذا الاليو سيكال ها؟ هذا هو الروت اوف ميزنتري، الجزء اللي هو التاتشي بارت ده، التاتشي بارت 30 سم السيرد بارت اوف الديودنم لحد الاليو سيكال جنكشن 30 سم زي كده، زي ما ماسكه كده بالضبط. شايفين؟ سيرد بارت من الديودنم الى الاليو سيكال جنكشن. خلاص؟ المشي فيها في الروت ماشي فيها السوبر ميزنتر كارتر والسوبر ميزنتر فين. ماشي في الروت دخل يعني هما طالعين من الاورطه والثاني اللي راح لبرت فين دخلوا في ايه في الروت الميزنتر. يبقى عندنا فري بارت فري مارجن هو ده اللي بيتحرك ويعمل الموفمنت للانتستين. تمام بيستاذ موفمنت وفي اتاتش بارت، انا عايز بس تتخيل الشكل. فاذا كانت بهذا الشكل تبقى ايش يا جماعه؟ تبقى فان شيبت صح ولا لا؟ شكل مروحه 30 سم ورحت طالع عملت 6 متر تبقى فان شيبت كده وعندك 30 سم. 30 سم دي شبكه في البوستيريور ضمن الوول والجزء الباقي كله ده بيتحرك ويعمل كويلز ويعمل بيستاذ موفمنت والكلام ده كله. واضح يا شباب؟ طيب يبقى ده بنسميه فري بارت من السمول انتستين 6 متر وانكلوزد داخل الفري بوردر اوف ميزنتري. انت عرفت يعني ايه فري بوردر اوف ميزنتري؟ مفهوم؟ طيب جيجنال حوالي هو بروكسيمال 2 فيفز والاليوم ديستنس 3 فيفز، واحنا قلنا بروكسيمال وديستال يعني من ناحيه اللي قريب من الترانك او قريب من اللي بنسميه بروكسيمال والبعيد بنسميه ديستال. طيب وكنا على هذه النقطة اللي احنا تكلمنا عنها ان there is no sharp demarcation between jejunum and ileum، يعني ما فيش نقطة فاصلة محددة بين الاثنين، انما بيبقى الاختلاف في الاستراكشر في الفيلاي وكده بيبقى جرادوال، في جرادوال تشينج بين الاليوم وبين الجيجنم. طيب دي اهم الفروق بين الاليوم والجيجنم دي من ناحية البروس اناتومي يا جماعة، يعني في فروق اخرى يقولوها الجماعه حقت الاستولوجي بين الجدن الفيلاي وبين الاليال الفيلاي، لكن من ناحيه الجروس اناتومي عندنا هذه الفروق. طبعا ده بروكسيمال تو فيفز ده ديستنس
3 فيكس خلاص ادور نقطه عدت. طيب ثاني نقطه ان الجيجينم في سمول اماونت من الميزنتريك فات، فبنسمي هنا الميزنتري فيها ويندوز هنا زير نون. ايش معنى الكلام ده يا جماعه؟ نفهم الكلام ده؟ احنا لسه ما خدناش البروتينين. طيب ادي الميزنتري فولد من البروتينين، داخل الفولد طبعا موجود الفيسيلز والنيرفز والسوبر ميزنتريك فيسيلز والليمفاتكس والاوتونوميك نيرفز اللي هي بتدي الانتستين خلاص. لكن هذه الفولد عاده كل الفولدز اللي في البروتينيه فيها فاتس بنسب مختلفه، فات بنسميه اكسترا بروتينيال فاتي تيشو اكسترا بروتينيال. طب ده يا دكتور ده وسط الفولد كيف يبقى اكسترا بروتينيال؟ من يفسر لي هذا الموضوع؟ الاركيكس منحرى الانتستين كويس يعني نعم الانتستين كويس. انا عندي كده فات بين التو فولدز اوف ميزنتري بين التو فولدز في فاتس، هذا الفات انا بسميه اكسترا بروتينيال فاتي تيشو. ليش يا جماعه انا بقول اكسترا بروتينيال؟ انا مش قلت لكم البروتينيوم كلوزد سيرك يعني ما في فات جوه؟ يعني هنا ده السبيس حقه البالونه اللي بره ده هنا كده ده السبيس والبالونه، لكن ده اللي هو بره البالونه يعني هذا الوزن داخله في الفيزيل والنيرفز والليمفاتكس والفات تيشو والكلام ده كله يعتبر داخل الفولد البروتينيوم، يعتبر خارج البروتينيوم ساك، يعتبر اوت سايد البروتينيوم ساك للكافيتي. احنا لو تخيلنا البروتينيوم دي بالونه الاورجانز داخله فيها من بره عندنا فولدز، فالفولد الفولد ده التجويف في الفولد نفسه يعتبر بره، لكن الداخل الساك الكافيتي نفسه حق الساك ما في شيء. تلاقي في فيلم من الفلويد يعني عشان يسهل الحركه زي نظام السيروس بريكارديا ونظام البلورا والكلام ده خلاص. وبالتالي الفات اللي موجود داخل الفولد بسميه اكسترا بروتينيال فات. المهم عندنا الان عندنا ميزنتري الجزء الاولاني فيها ماسك الجيجينم والجزء الاخير ماسك الهيليوم. نسبه الفات الموجوده في الجيجينم، ركز معايا عشان تفهم موضوع الويندوز دي، نسبة الفاتس الموجودة في الفولد من الميزنتري اللي ماسك الجيجينم، هذه الفاتس نسبتها قليلة. فأنت لو مسكت الميزنتري حق الجيجينم كده في النور هيبان لك إيه؟ هيبان لك هتلاقي الضوء ظاهر وسط بين الفاتس بنسميها ويندوز. عندك شبابيك تحط كده في النور تلاقي إيه؟ الدنيا النور واضح، لأن الفات ما هو سادد المكان كله وانما ساك فراغات، الفراغات دي بتنور لما انت تحطها في النور يبقى هنا يبقى ايه؟ يبقى في ويندوز. ده في الجيجنم. لو جينا عند الاليام هتلاقي كميه الفات كثيفه كثيفه جدا لدرجه ان انت لو مسكت الميزنتري حقه الاليام كده في النور تلاقي الدنيا معتمه مقفوله بالكامل لان الفات مالي الفراغ كله. تمام؟ يبقى زير از نو ويندوز. تمام؟ عرفنا يعني ايه ويندوز ونو ويندوز؟ طيب ان هنا الفات كثافته قليله بس هي فراغات، والفراغات دي تبقى ممكن تبقى مضيئه لو انت عملت اضاءه يعني في ناحيه بصيت من الناحيه الثانيه تلاقي الضوء داخل عليها. اما في الهيليوم فالميزنتري فيها قدر كبير من الفاتس فزيرز نو ويندوز. تمام؟ يبقى ده الفرق الثاني من ناحيه الجروس اناتومي يعني بين الهيليوم والجيجنم. ان هنا جيجنم في سمول اماونت من الميزنتري فات يعني في ويندوز، ودي في جريت اماونت من الميزنتري فات يعني نو ويندوز. واضحه دي يا شباب؟ طيب النقطه الثالثه هنا ارتيريال اركيدز في الميزنتري هنا سمبل وهنا كومبليكيتد. ايش الارتيريال اركيدز؟ احنا هناخدها مع بلاس سبلاي بس لازم نفهمها. عايزين نفهم الارتيريال اركيدز. كلمه اركيدز معناها ايش؟ هي قباب يعني اقواس اقواس ارشز ارشز متواليه صفوف صفوف من الارشز وبيها صفوف ثانيه وصفوف ثانيه. ايش سبب الموضوع ده يا شباب؟ احنا قلنا الرتب ميزنتري طوله كام؟ 30 سم 30 سم
والفري مارج انتوا كام؟ 6 متر. 6 متر. طب انا عندي السوبر مسيره الكارتر ماشي في 30 سم. بدا من اولها وانت في اخرها، يعني بسبب بيطلع من الاورطه يدخل في الفري مارج في التاتش مارج للميزنتري عند قدام الفرنت للسيرد بارت من الجدره ويفضل ماشي ونهايته عند الهيلو سيكال جنكشن 30 سم. طب الارتر طول 30 سم لكن عايز يغذي 6 متر من الانتستين، كيف يغذي؟ هيبعت برانشز كده؟ طب ما كل برانش هيروح يدي حته كده يبقى تلاقي متر كامل ما فيهوش غير برانش واحد، صح ولا لا؟ فحكمه ربنا سبحانه وتعالى تقتضي ان الارترز اللي معديه هنا تعمل لاركيتس، الاقواس. ايش الاقواس؟ هيطلع عندي عدد من الاليال والجيجنال برانشز من السوبر مزنتر كارب، عدد من البرانشز 7-8 مثلا ناحيه الجيجنال ناحيه الاليال، هذا العدد فقط. هذه البرانشز بعد فتره كده قريبه تروح متصله مع بعضها تعمل اقواس. وبعد ما تعمل اقواس وقد الصف الاول من الاركيدز، هذه الاقواس يطلع منها برانش جديده داخله في الميزنتري من القوس نفسه، تمشي مسافه وتروح عامله اقواس ثانيه مع بعضها. الاقواس الجديده فوق تروح مطلع البرانشز اللي هي توصل لحد ما تغذي اللي هي الهيليوم او الجيجن. يبقى هتلاقي عندي صفوف من الاقواس، ارتيريال اركيدز. ارتيريال اركيدز ده اللي هو النمط التغذيه بالنسبه للهيليوم والجيجن. والسبب ان انا عندي الارتر اساسا قصير، بينما هو مطلوب منه يغذي جزء كبير ومتسع من الهيليوم والجيجن. هذه الارتيريا الاركيدز يعني شايفين هنا هنا السوبير والميزنتريك ارتر بيروح عاطي برانشز، البرانشز تتحد مع بعضها تعمل اقواس، الاقواس يطلع منها ارترز جديده تروح عامله برضه اقواس يطلع منها ارترز جديده لحد ما في النهايه التغذيه للهيليوم والجيجن بتبقى تغذيه ايه؟ يعني 100% حكمه ربنا سبحانه وتعالى. واضح يا جماعه؟ طيب هنا عندي فرق بين الهيليوم والجيجنم، ان الجيجنم الارتيريا الاركيدز فيه نوت كومبليكيتد بينما هنا كومبليكيتد. يعني هنا الارتيريا الاركيدز ممكن تلاقي عدد الصفوف فيها اكبر من عدد صفوف الارتيريا الاركيدز الموجوده في الجيجنم. يعني هنا سيمبل سيستم الارتيريا الاركيدز في الجيجنم، بينما في الهيليوم بيبقى كومبليكيتد سيستم الارتيريا الاركيدز. فهمنا النقطه دي يا شباب؟ يعني نظام التغذيه عندي نظام ارشز اقواس، والاقواس تروح طالعه منها برانشات تعمل اقواس جديده، وتطلع منها برانشات اخرى تعمل اقواس جديده. هذا الموضوع بيبقى كومبليكيتد في الهيليوم، يعني ممكن تلاقي عدد الصفوف اكبر من عدد الصفوف الموجوده في الجيجن، ممكن نوت كومبليكيتد. خلاص؟ طيب ننتقل للنقطه اللي بعدها، دي طبعا لارجر ديامتر وده سمول ديامتر. سهله. خلاص؟ طيب بعد كده الميوكوس ممبرين لا يحتوي على الليمفويد فوليكل، يعني هنا الميوكوزا حقت الجيجنال ما فيها، هي في الصب كوزا عشان تبقوا موجوده ما في الليمفويد فوليكل، لكن هنا في الليمفويد فوليكل تعتبر يعني من ضمن الكاركترستكس حقت الهيليوم وجود هذه الليمفويد فوليكل اللي احنا بنسميها بايرز باتشز. بايرز باتشز بس الليمفويد فوليكل موجوده فقط في الهيليوم، موجوده في اللارج انتستين صح؟ البايرز باسيس بعض من بعض الليمفويد تيشو موجوده، بس البايرز باسيس تعتبر كاركترستكس للهيليوم، لا يوجد مثلها في الجيجنم ولا في الجيجنم، لا هي في الجيجنم ولا في الجيجنم، هي فقط موجوده في الهيليوم. طيب النقطه اللي بعد كده الميوكوس ممبرين يبقى لارج نيومرس سيركولار ميكوزر فولدز اللي اسمها البليك سيركولارز اللي هي السنيات الموجوده في الميكوزا حقت الجيجنم اكثر بكثير من مسيلاتها الموجوده في الهيليوم. الميكوزا نفسها بتنتني عشان تزود السيرفس اريا يا جماعه. الصوره واضحه؟ الصوره هنا واضحه. هي دي الميوكوس فولدز الفولدز في الميكوزا اللي بنسميها بلايكا او بلايكي سيركولاريز. بلايكي سيركولاريز في الجيجنم عددها اكبر بينما في الهيليوم عددها اقل.
هنا بينما في عندي بايرز باتس بينما هنا ما فيش بايرز باتس. هنا كومبليكيت السيستم الاركيز هنا نوت كومبليكيت. هنا لارجر الدايمتر هنا سمولر الدايمتر. واضح؟ دي الفروق كاناتومي جروس اناتومي حاجه النكت ده عايز تشوفها بعينك. هناك فروق اخرى خاصه بالاستولوجي طبعا الجماعه حكت الاستولوجي ايه؟ بيقولوها دي كونديشن. طيب شايفين الروت اوف ميزنتير يا شباب؟ شايفين مكانها؟ هنا الاتاتش بارت من الميزنتير اهو. من اول هنا شوف الست بارت من الديودينم وهنا الديودينم جيجنال فريكشر بدا الجيجنال دخل في الميزنتير خلاص ودي الاتاتش او الروت اوف ميزنتير. الروت لحد فين السيكل ماشي في هذا المكان طبعا انا اخدها في حين يعني ناخدها مع البلاس سبلاين ناخدها مع البروتونيوم ان شاء الله. طيب البلاس سبلاين اسمه الديستنس زي ما احنا عارفين شايفين هنا واضحه كده؟ هنا السويل زنتريك ارتر وادي الارتر كيس زي ما انتم شايفين. انا ماسكها بس من الخلف. هنا الروت. هنا الروت اوف ميزنتري اللي هم 30 سم لكن هنا طبعا دي اللي هي بقيه السفر. طيب الجيجنال مونيليم بياخدوا جيجنال مونيليم برانش من السويل زنتريك ارتر اللي هو الارتر المختص بالميد جات ودول هم كلهم الجيجنال مونيليم من الميد جات. خلاص؟ واللور هاف من الديدر يعتبر تبع الميد جات. طيب هذه الارترز عامله الارترز كيس اللي هي هذا النمط من البلاد سبلاي ارتيريال اركيد. طيب هذه السوبرميزيتر كارتري وهذه الاريال جينال برانش ودي برانش اخرى بيديها هو اللي هي السند الكولون والترانسفيرس ودي الارتيريال اركيد.